الظاهرة من الميادين وأبرز ما فيها. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني سيرد على مثيري الاضطرابات، ويقول إن أعداء طهران غاضبون من نجاحها في الاتفاق النووي وهزيمة الإرهاب. استشهاد 24 مدنيا يمنيا في غارة للتحالف السعودي على محطة وقود في مديرية الجراح بالحديدة. عباس يعلن عزم السلطة على التوجه إلى المحاكم الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية، والفصائل تطالب بتصعيد الانتفاضة. زعيم كوريا الشمالية يحذر من أن الولايات الأمريكية بأسرها في مرمى أسلحة بلاده النووية، وأن الزر النووي دائما على مكتبه. وفي النشرة أيضا، باطن جبال الألب السويسرية مناجم ضخمة من الملح. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني سيرد على مثيري الاضطرابات وعلى من قال إنه سينقل المشاكل إلى داخل إيران. روحاني قال إن انزعاج أعداء إيران وغضبهم سببه نجاح الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهزيمة الإدارة الأمريكية في الاتفاق النووي. روحاني رأى أن هذا الغضب ناجم عن نجاح إيران في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والعراق ولبنان وإلحاق الهزيمة بالإرهابيين. اتحادنا والتطور والنجاح في عالم السياسة لم يكن ليتحملها أعداؤنا، ولهذا يريدون أن ينتقموا وحاولوا أن يزعزعوا الداخل، وقد صرحوا أنهم يريدون أن يخلقوا مشاكل في طهران. نحن لا نحلل، ويجب أن نعمل معا على مواجهة هذه المخططات. أمتنا يمكنها أن تتجاوز هذه المحنة برصانة وحنكة، أما من يعمل على التخريب والإساءة إلى المقدسات فسنتمكن مع شعبنا من وضع حد له. ولقي 11 شخصا مصرعهم خلال محاولتهم اقتحام مراكز أمنية ومنشآت عامة واعتراض سيارات مدنية، كما ذكر التلفزيون الإيراني، لتصبح الحصيلة 13 منذ بداية التظاهرات. وخرجت في طهران ومدن أخرى تظاهرات صغيرة متفرقة مساء أمس قامت بتخريب عدد من الأرصفة، إضافة إلى التعرض لمبان عامة ومراكز دينية ومصارف. جاء ذلك بعد دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الهدوء وتأكيده أن الانتقاد والاعتراض هما من حقوق الشعب. ومعنا من طهران مراسل الميادين محمد حسن البحراني. محمد، الشارع الإيراني كيف يبدو اليوم؟ هل هذه الاحتجاجات والتظاهرات إلى انحسار، أم الوضع ينبئ ربما بما هو أسوأ؟ أهلا ملحم. حقيقة الاحتجاجات حتى مساء أمس كانت متواصلة في أكثر من مدينة إيرانية ومنها طهران العاصمة. بطبيعة الحال وفقا لشهود عيان، وفقا لمشاهداتنا الشخصية، طهران أمس الاحتجاجات فيها كانت أقل عنفا وحدة مقارنة بما شهدته يوم أمس الأول السبت. المتوقع حسب بعض مواقع المعارضة الإيرانية أن نشهد مثل هذه الاحتجاجات اليوم أيضا، سواء في العاصمة أو في المدن الأخرى. هذه المواقع وجهت نداءات لكل مؤيديها في المدن الإيرانية بتنظيم تظاهرات احتجاجية ضد النظام في إيران. في حال خروج هكذا احتجاجات، خاصة إذا اتسمت بالعنف، المتوقع ملحم أن نشهد مرحلة جديدة من التعاطي والتعامل معها، بعد خاصة بعد المواقف التي عبر عنها كبار المسؤولين الإيرانيين، الرئيس روحاني اليوم ورئيس السلطة القضائية، كلاهما أكد على ضرورة التصدي أو التعامل بحزم أكبر مع من وصفوهم بمثيري الشغب. السلطتان التنفيذية والقضائية متفقتان على هذا النوع من التعاطي. هناك ربما يعني كان هناك سوء استغلال سيء لما يصفه البعض بتراخي الأجهزة الأمنية وأجهزة النظام في مواجهة المحتجين الذين
تعمدوا في إثارة يعني أكبر قدر ممكن من التخريب في العديد من المدن الإيرانية، ولحقت بهذه بعض هذه المدن خسائر مادية. في كل الأحوال ملحم، لا بد من الإشارة أن نظام الحكم في إيران لم يلجأ حتى الآن للاستفادة من عناصر قوته المتنوعة والمتعددة. هناك جملة من عناصر القوة التي تعتبر خزين لنظام الحكم في إيران يمكنه مواجهة حركة الاحتجاجات ووضع حد لها بأسرع وقت ممكن، لكنه حتى الآن لم يلجأ إلى هذه الوسائل. على سبيل المثال، يعني بإمكان النظام أن يستفيد من قوات الحرس الثوري المكلفة دستوريا بحماية الثورة والنظام من أي خطر داخلي أو خارجي يمكن أن تتهدد له الثورة أو النظام. لدى النظام ملحم خزين هائل أيضا من ربما يعد بالملايين، هم عبارة عن قوات التعبئة الشعبية وعوائل طيب. مئات الآلاف من الشهداء. محمد، الاختلاف بين الحركتين، الحركة التي حصلت في عام 2009 والاحتجاجات التي تحصل اليوم في إيران، وأيضا هل هناك من اختلاف في آليات التصدي من قبل السلطات الإيرانية لهذه الاحتجاجات أو لهاتين الحركتين؟ يعني هناك تباين أو اختلاف رئيسي واحد أو رئيسي يمكن أن نشير إليه. في انتخاب في عام 2009 كان الخلاف بين أجنحة النظام خلاف واضح حول نتائج الانتخابات. كان هناك مرشحان رئيسيان اختلفا على النتائج التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، والوجوه يعني كانت وجوه معروفة كأمير حسين موسوي ومهدي كروبي يتزعم ما يسمى بالحركة الخضراء في إيران. وبالفعل كان هناك تيار سياسي قوي وواسع النطاق، وبالتالي نحن شهدنا يعني هذه الحركات الاحتجاجية آنذاك 6 أشهر متواصلة منذ حزيران 2009 حتى ديسمبر 2009 من ذلك العام. في نهاية ديسمبر يعني قبل يومين من اليوم صادفت هذه الذكرى 30 من ديسمبر الحالي، خرج الإيرانيون لإحياء هذه الذكرى. وبالتالي حقيقة كان الموضوع يعني دخلت فيه مختلف القطاعات السياسية الإيرانية والقوى السياسية الإيرانية، والمرشد الأعلى تدخل في آنذاك في ذلك لأنه كان موضوع مثير للجدل. صحيح. نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس أحمد نجات في ولاية ثانية. طيب، هل هذه الحركة اليوم، يعني طبعا الحركة التي كنا نشهدها في عام 2009 كان فيها قيادة واضحة متمثلة بمهدي كروبي، شيخ مهدي كروبي، مير حسين موسوي وما إلى هناك من يعني الشخصيات، إن كان في التيار الإصلاحي أو غير ذلك، ولكن اليوم هل تفتقر هذه الحركة في الشوارع الإيرانية إلى القيادة، أم أن هناك قيادة بحسب المسؤولين يعني الإيرانيين، أم أن هناك قيادة خفية تحاول تحريك الشارع؟ إطلاقا لا توجد أي قيادة في داخل إيران لهذا الحراك الاحتجاجي الذي اندلع في مشهد على خلفية قضايا مطلبية طبيعية مشروعة مختلف عليها بين يعني قاعدة شعبية لا يستهان بها أودعت أموالها في البنوك الإيرانية، ولم بعض هؤلاء المودعين لم يستعيدوا أموالهم. عند هذا الحد المسألة معقولة جدا وطبيعية. واليوم الرئيس روحاني قال نحن سددنا مأزهاء يعني قرابة 3 مليارات دولار، 11,000 مليار تومان تم تسديدها لهؤلاء المودعين بدعم من البنك المركزي والحكومة الإيرانية. وبالتالي ليست هناك حقيقة يعني مطالب، لم تعد هناك مطالب مشروعة تتعلق بهذه القضية المالية باستثناء عدد يسير بقي حتى الآن ربما لم تعاد إليه مبالغه المودعة في البنوك الإيرانية. اليوم يعني ربما هذه المشكلة الحقيقية التي تواجه الحركة الاحتجاجية والقيادات التي لا يشك الكثير من الإيرانيين بأن توجيهها يتم بالفعل من الخارج بشكل مباشر من قوى أجنبية وإقليمية وربما من بعض الرموز في الداخل الإيراني. بطبيعة الحال النظام يرصد هذه التحركات طيب. ربما بعد أن تنحصر
وتنتهي هذه ينتهي هذا الحراك ستكشف على الملأ تعلن واضح هذه الأسماء. لكن ليس هناك محمد المهم هناك توقعات يعني لدى المراقبين بأن هذه الحراك سينتهي ربما خلال الأيام. جيد جيد محمد، كان هناك تصريحات لافتة للنائب الأول للرئيس الإيراني السيد إسحاق جهانجيري عندما قال بأنه هناك يعني من يدفع بهذا التحرك من بعض القيادات الداخلية ضمن صراع الأجنحة في إيران، هناك من يدفع بهذه المظاهرات ضد الحكومة الإيرانية. هل الأمر كذلك أم هو فعلا كما يقول بعض المسؤولين لا سيما في الحرس الثوري الإيراني بأنه هناك جهات خارجية هي التي تغذي ما يحصل في الداخل الإيراني؟ ملحم، نحن أشرنا وأنا قلت بداية الحركة الاحتجاجية اندلاعها كانت مسألة طبيعية ربما تدخل في إطار الصراع بين أجنحة الحكم والتيارات السياسية بين جناح الرئيس روحاني الإصلاحي والمعتدل وبين القوى الأصولية الأخرى. لكن يعني هذا من اليوم الثاني عندما تكشف الأمر بشكل واضح للشعب لقطاع كبير من الشعب الإيراني حقيقة ما يجري من احتجاجات، هناك تعرض واضح الأملاك العامة، الممتلكات الخاصة، حتى للعلم الإيراني تمت الإساءة إليه قبل يومين. نعم. بصور شهداء سقطوا أو قضوا في الحرب العراقية الإيرانية وفي الحرب يعني خلال الدور الإيراني الإقليمي في سوريا أو في أماكن أخرى شهداء إيرانيين تم التعرض لصورهم. هذا ما أثار حفيظة غالبية الإيرانيين الذي يعني اتضحت لهم نوايا وحقيقة هذا الحراك، وبالتالي من هنا يمكن نعم محمد أن نفسر سبب الدعوات والهتافات التي كان يطلقها بعض المتظاهرين بالجمهور بأن يلتحقوا بهم. شكرا. خلال اليومين الماضيين لكن لم يجدوا أي استجابة واسعة، حتى الآن لم نشهد أي تظاهرات تتجاوز العدة مئات أو العدة آلاف. شكرا لك محمد، شكرا جزيلا لك محمد حسن البحراني مراسل الميادين على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها، كنت معنا من طهران. متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن التفاعل مع التظاهرات الإيرانية يأتي في معظمه من خارج إيران. هبة الله بيطار. يريد الإيرانيون إصلاحا اقتصاديا في بلدهم واختاروا التظاهر سعيا لنيل مطالبهم المحقة. هو شأن إيراني داخلي، لكن أطرافا عديدة وجدت فيه فرصة للتدخل والتحريض وانتقاد النظام الإيراني، بدءا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نشر على موقع تويتر سلسلة تغريدات حذر فيها طهران من أن بلاده تراقب عن كثب أي انتهاكات لحقوق الإنسان. ترامب نشر أيضا مقطعي فيديو من كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ينتقد فيهما إيران. عند متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تويتر على وجه التحديد تظهر الإحصاءات حجم التدخل الخارجي في موضوع التظاهرات. هاشتاغ تظاهرات سراسري باللغة الفارسية والذي يعني تظاهرات شاملة باللغة العربية كان أحد أبرز الهاشتاغز المتداولة للحديث عما يجري في إيران. واللافت هنا أن أكبر عدد للتغريدات كان من السعودية، حيث وصلت نسبة استخدام الهاشتاغ فيها إلى 29% من إجمالي التغريدات حول العالم، فيما حلت إيران في المركز الثاني بنسبة 22%، ما يعني أن أكثر من 75% من التغريدات المرفقة بهاشتاغ تظاهرات سراسري كتبت من خارج إيران وتتوزع على عدة بلدان أبرزها بريطانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة طبعا بالإضافة إلى السعودية. أما بالنسبة لهاشتاغ انتفاضة الشعب الإيراني فتظهر الإحصاءات أن 73% من التغريدات التي تستخدمه كانت من السعودية، ولا تختلف الأرقام كثيرا عند متابعة هاشتاغ مظاهرات إيران، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى أيضا بنسبة 64% من إجمالي التغريدات عالميا.
لابد من الإشارة إلى أن مضمون التغريدات المكتوبة باللغة العربية تبتعد في معظمها عن الحديث حول الإصلاح الاقتصادي والمطالب التي ينادي بها الإيرانيون، بل تذهب باتجاه التحريض ونشر أخبار كاذبة. إلى اليمن، حيث استشهد 24 مدنيا وجرح 8 باستهداف طيران التحالف السعودي سوقا في محافظة الحديدة غرب البلاد. طيران التحالف استهدف بغارات اليوم محطة وقود في سوق شعبية بمديرية الجراح، ما يزيد فرضية ارتفاع حصيلة الشهداء. عشرات الشهداء والجرحى في استمرار الغارات السعودية على أنحاء متعددة من اليمن. طيران التحالف السعودي استهدف سوقا في محافظة الحديدة غرب البلاد، خلف عشرات الشهداء من المدنيين في استهداف محطة وقود في سوق شعبية بمديرية الجراح، كما استشهد 4 مدنيين فيما جرح 10 بغارة جوية استهدفت منزلهم في منطقة الجعدة بمديرية ميد الحدودية مع السعودية. في محافظة حج غربا سقط 23 شهيدا بغارات للتحالف السعودي، كما شنت طائرة التحالف سلسلة غارات استهدفت منطقة آل الصيفي ومزارع في منطقة الطلح في مديرية سحار، امتدادا إلى مديريتي الظاهر وكتاف الحدوديتين في محافظة صعدة شمالا شرقا وفي محافظة الجوف. قال الجيش اليمني واللجان الشعبية إنهم استهدفوا بصاروخ الزلزال 2 موقعا لقوات الرئيس هادي في منطقة حليف بمديرية المصلوب شمالية غرب المحافظة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم واشتعال النيران في الموقع وفق مصدر عسكري. المصدر نفى ما أعلنت عنه قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي عن سيطرتها الكاملة على سوق اليتمة في مديرية الخب والشعف، وأشار المصدر إلى أن قوات هادي والتحالف السعودي سيطرا على تلال مجاورة لسوق اليتمى فقط شرقي محافظة الجوف نفسها. وفي محافظة تعز قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات هادي في منطقة المفاليس في مديرية حفان. وعند الحدود اليمنية السعودية أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي إثر عملية هجومية على مواقعهم في منطقة الطلعة وأخرى في نجران. وقصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين في جبل العزة بالتزامن مع تدمير آلية عسكرية سعودية في تلة الرمضة. وطاول القصف المدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع الجنود السعوديين في مدينة الربوعة ومنفذ علب الحدودي في عسير السعودية. ومن العاصمة اليمنية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن. أحمد، في أول يوم من عام 2018 مجازر جديدة يرتكبها طيران التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ضعنا في صورة ما جرى اليوم. نعم، التحالف السعودي يفتتح العام 2018 بمجزرتين في الحديدة غرب اليمن. المعلومات الأخيرة تشير إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في المجزرتين إلى 26 شهيدا وعشرة جرحى، يعني أغلبهم بحال خطرة نتيجة هذه الغارات. طبعا 3 غارات متتالية استهدفت محطة وقود في سوق شعبية تغص بالمتسوقين والناس والمواطنين، وغارة أخرى على طريق عام في منطقة جبل راس في الحديدة. هذه الغارات أتبعت سلسلة غارات استهدفت خلال الأيام الماضية والساعات الماضية المواطنين في مختلف مناطق الحديدة. امتدت الغارات إلى استهداف المنازل المواطنين. أيضا كان هناك غارات مكثفة على المنطقة الحدودية في صعدة وحجة مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على المناطق. أيضا كان هناك بالأمس مجزرة في محافظة الحديدة في محافظة حجة غرب اليمن، هي محافظة حدودية وهناك عدة مديريات منها هذه المناطق الحدودية في السعودية وهي تستهدف بشكل متواصل. ميدانيا تتواصل المواجهات على أكثر من جبهة قتال، هناك عمليات هجوم كبيرة ونوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية نفذها خلال الساعات الماضية في جبهة الجوف.
امتدت أيضا العمليات إلى جبهة الحدود مع السعودية وتحديدا في نجران بمهاجمة موقع الطلعة واستهداف تعزيزات للقوات السعودية هناك، مع استمرار المواجهات العنيفة في منطقة خبو الشعب الحدودية في الجوف بإسناد جوي أيضا متواصل من مقاتلات التحالف السعودي. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا لك. أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي للميادين أن المؤتمر لن يكون بأي حال من الأحوال إلى جانب العدوان على الشعب اليمني والحصار عليه. النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واضح لا لبس فيه، سيكون هناك اجتماع للجنة العامة وسيتم شغر الفراغات التي تم شغرها خلال شهر ديسمبر، وسيكون هناك تكليف لرئيس المؤتمر الشعبي العام وأمين عام، وسيلتزم بالنظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي والصف الوطني المواجه للعدوان، وهذا هو المؤتمر الشعبي العام، وما سواه فهو ارتزاق وليس له علاقة بالمؤتمر وبالثوابت الوطنية. عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي قال في اتصال مع الميادين إن المؤتمر الشعبي أثبت أنه حزب مؤسسي ووطني وله قراره واستقلاله، ليشير إلى أن التحالف معه هو تحالف ضد العدوان. أولا تجاوز الأزمة هو شيء محسوب لحكمة أنصار الله ولحكمة حزب المؤتمر الشعبي العام، وأنا كنت أؤكد في السابق أن رهان دول العدوان على إحداث فتنة داخلية لن تنجح، لأن القواعد الشعبية للمؤتمر الشعبي العام وكذلك معظم القيادات في الداخل هي ضد العدوان، وبالتالي هناك ما يوحدنا وهي قضية مواجهة هذا العدوان والحفاظ على سيادة واستقلال البلد والوقوف ضد المشاريع الخارجية، وبالتالي هذا هو أساس لاستمرار هذه العلاقة وأيضا لترسيخها، لأن المؤتمر الشعبي العام منذ بداية ثورة 2011 وحتى الأزمة الآن قد حصلت كربلة كبيرة وفي داخله، لذلك نحن ننظر إلى علاقة أفضل في المستقبل. وأنا بالمناسبة أنا كنت لدي ملاحظات في الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر التي قامت في السابق، وأن يعني أنصار الله يعرفون هذا الشيء وكذلك الأخوة في المؤتمر، ولكن الآن أنا أقول أن الآن مستقبل الشراكة بين أنصار الله وبين المؤتمر لها يعني مستقبل كبير جدا. طيب سيد البخيتي، ليس فقط في قضية مواجهة العدوان وإنما أيضا في قضية الانتخابات القادمة. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده بصدد الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل. عباس أكد أن قرار حزب الليكود هو بمثابة عدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ولم يتخذ لولا الدعم الأمريكي المطلق، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان على الحقوق الفلسطينية وعلى قرارات الشرعية الدولية. حركة الجهاد الإسلامي رأت أن قرار حزب الليكود قد أوصل مشروع التسوية إلى نهاية الطريق،
الحركة رأت أن الرد الفلسطيني على هذه القرارات هو تأكيد السيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد الانتفاضة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت إلى مجابهة قرار حزب الليكود الإسرائيلي بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه. أما لجان المقاومة في فلسطين فشددت على أن قرار الليكود يتطلب تصعيد المقاومة ضد البؤر الاستيطانية. يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدمه حزب البيت اليهودي لمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض على مستقبل مدينة القدس. يأتي ذلك بعد تصويت حزب الليكود بالإجماع على قرار فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن. هاني فحص. عبر التعدي على حقوق الفلسطينيين وأرضهم تتنافس الأحزاب الإسرائيلية على إرضاء المستوطنين لزيادة رصيدها الشعبي. آخر التعديات كان قرار إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن الذي صوت عليه مؤتمر حزب الليكود الأحد ونال إجماع الحاضرين. ما أحضر اليوم لأخذ قرار به من قبل حزب الليكود هو فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، ولا يدور الحديث عن فرض القانون الإسرائيلي على مناطق السلطة الفلسطينية أو ضمن كل أراضي الضفة الغربية. طرح هذا المشروع في هذا التوقيت أثار علامات استفهام حول خلفياته ودوافعه الحقيقية في ظل تشكيك واسع بإمكانية تطبيقه على الأرض. كل من يرى نفسه مؤهلا لخلافة بنيامين نتنياهو في يوم من الأيام أراد أن يسمع الجناح المتطرف جدا في الليكود التزامه العلني والصريح بالمستوطنات، ولكن هذه التصريحات هي كالحذاء الذي سرعان ما يخلعونه فور جلوسهم على كرسي رئاسة الحكومة. وعلى الرغم من شبه الإجماع الإسرائيلي بشأن بقاء المستوطنات الكبرى في أي تسوية مستقبلية، ترى محافل في المعارضة أن قرار الليكود هذا من شأنه أن يحرج الإدارة الأمريكية الأكثر تعاطفا مع إسرائيل وأن يؤدي إلى تعقيدات سياسية داخلية وخارجية وديمغرافية. وحيث لا ينفع الضم، يلجأ الاحتلال إلى الفصل عبر ما يسمى بقانون القدس الموحدة الذي سيناقش في الكنيست الاثنين، ويهدف إلى منع إعادة أي جزء من القدس المحتلة للفلسطينيين في حال أي تسوية سياسية، ويسلخ عددا من الأحياء الفلسطينية عن المدينة لضمان أغلبية يهودية فيها. وينضم إلينا من غزة عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد كايد الغول. سيد كايد الغول، أهلا بك. بداية، ما هي خطورة هذا القرار لحزب الليكود بضم تلك المستوطنات إلى بين مزدوجين يعني الدولة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي؟ يعني خطورة هذا القرار تكمن في أنه خطوة إضافية في تكميل المشروع الصهيوني في الأراضي الفلسطينية ومحاولة فرض الأمر الواقع الذي يشكل منطلقا فيما بعد للبحث عن أي حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأعتقد أن هذا القرار سيشجع أحزاب إسرائيلية أخرى للتسابق في تقديم مواقف تستهدف في المحصلة عدم الانسحاب من الضفة الغربية وتكريس الاحتلال كواقع نهائي فيها ونفي أي حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني حزب الليكود يؤسس يعني مرحلة جديدة في تظهير المواقف الإسرائيلية، في تظهير المواقف الإسرائيلية ومحاولة يعني تشريعها، خاصة وأن اللوائح الداخلية لليكود تلزم أعضائه في الكنيست والحكومة إلى الدفع بما يقرر تصبح قوانين سارية. وفي ضوء الطابع اليميني للحكومة الإسرائيلية الآن تتسابق أحزابها في تقديم ما يتجاوز قرار الليكود حتى نكون في المحصلة أمام مواقف مقررة من قبل الكنيست، كما هو الحال يعني بالنسبة للقدس الذي يجب التصويت عليه. طيب على كل حال يعني هذا القرار لحزب الليكود هو محاولة للتأسيس ربما لاعتماده في المستقبل. كان هناك ردود فعل عديدة من قبل يعني الفصائل الفلسطينية وحتى الرئاسة الفلسطينية. الجبهة الشعبية دعت إلى مجابهة قرار حزب الليكود الإسرائيلي بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه.
إلى أي مدى برأيك هناك إمكانية في ظل الوضع الراهن والقائم حاليا بالانسحاب من هذه الاتفاقيات، بالرغم من أنه قرار ترامب ربما هناك من يعتبره بأنه قرار أخطر من قرار حزب الليكود، وفي الحقيقة لم يتم اتخاذ هكذا إجراءات؟ وأولا قرار ترامب شجع الليكود على الإقدام على مثل هذه الخطوة، وسيشجع ربما يعني كما أشارت أحزاب أخرى بالتقدم في مشاريع يعني هذا السياق. هو السؤال علينا جميعا كفلسطينيين، ما الذي يجب أن نفعله أمام هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تتوقف في تأكيد وتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية؟ هل سنكتفي فقط بالحديث السياسي العام الذي يعني يتحدث عن الشرعية الدولية وعن الذهاب المؤسسات الدولية إلى آخر ما هنالك رغم أهمية هذا الموضوع، أما أننا سنجابه يعني هذا الواقع بسياسة بديلة لما ساد خلال يعني ما سمي بفترة السلام أو فترة المفاوضات؟ وبالتالي لابد أن نعيد الصراع طابعه مع الكيان الصهيوني باعتباره كيان استعماري إجدائي نقيض للشعب الفلسطيني وحقوقه بالكامل، وبالتالي نعيد بناء استراتيجيتنا على هذا الأساس. وعندما نذهب إلى المؤسسات الدولية نكون مستندين في ذلك إلى واقع فلسطيني داخلي موحد أولا، ثم لديه خطة عمل متكاملة على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري، وفي إطار مواجهة موحدة للاحتلال في الميدان وضد سياساته. أعتقد هذا هو الذي يمكن أن ينجح أي توجه للمؤسسات. طيب لكن السلطة الفلسطينية، الرئاسة الفلسطينية تعلن مجددا الآن بعد هذا القرار، قرار حزب الليكود وبعد قرار دونالد ترامب، بأنها بصدد الذهاب إلى المحاكم الدولية، الانضمام إلى المنظمات الدولية. يعني الرهان لا يزال لدى السلطة الفلسطينية على هذا الاتجاه، على المؤسسات الدولية. هل يمكن الرهان في هذه النقطة بالتحديد على المحاكم الدولية، لا سيما محكمة العدل الدولية؟ يعني هذه النقطة معزولة عن العوامل الأخرى، لن يكون لها تأثير كبير. هذه النقطة يمكن أن يكون لها تأثير في ظل مرة أخرى وضع فلسطيني موحد على رؤية واستراتيجية واحدة وعلى كيفية إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، بما في ذلك الصراع الميداني، سواء بانتفاضة، بعمل مسلح، بمقاطعة، بكل أشكال المواجهة مع الاحتلال على مختلف المستويات. وأن نعيد الاعتبار مرة أخرى لطابع الصراع بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية مع هذا الكيان الصهيوني. هنا يمكن أن يتأسس شيء جديد في إطار الدعم للفلسطينيين في نضالهم، ونخرج يعني بعض من يعتقد أن هناك إمكانية للوصول لحل سياسي مع هذا الكيان عن الوهم الذي عاشوه والذي يعني جرى تسويقه خلال السنوات السابقة. نحن يجب أن نؤسس إلى مرحلة جديدة تقول أن الصراع مع هذا الاحتلال هو الأساس، هذا الصراع مستند لحقوقنا التاريخية في فلسطين، لشعبنا الموحد، لأمتنا العربية الداعمة لنا، ووفق حقوق واضحة المعالم ووسائل في إدارة الصراع مع الإسرائيل. طيب. في هذا الاتجاه، هذا الذي يمكن أن يسند ذهابنا إلى الأمم المتحدة. وهنا دعني فقط أن أذكر شعبنا والشعوب العربية بحدث واحد. عندما كانت الانتفاضة عام 87 تتسع وبدت تؤثر في الكيان الصهيوني وفي صورته أمام المجتمع الدولي وتلحق به خسائر، هنا تدخلت الإدارة الأمريكية بشخص وزير خارجيتها في ذلك الوقت جيمس بيكر لاحتواء ذلك، ودعا في حينها إلى مؤتمر مدريد. وعندما تأخر عقد هذا المؤتمر سئل من قبل الصحفيين لماذا لم تدعوا للمؤتمر. طيب سيد كايد الغول، يتوقف التعامل الدولي مع قبل. سيد كايد الغول، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، إذا تعذر الاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية على التوجه إلى دعم الانتفاضة وتعزيزها، هل ستتجه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعض الفصائل الأخرى بهذا الاتجاه ولو أنه بشكل منفرد؟ نحن سنبذل جهود مخلصة وحثيثة أولا في أن يتوحد الموقف الفلسطيني على الرؤية التي يعني سبق أن تحدثت بها، أقصد رؤية تسند إلى استراتيجية وطنية موحدة نتفق عليها جميعا، ونتفق على أشكال إدارة الصراع مع العدو، ثم نعيد بناء تحالفاتنا في الإقليم على الصعيد الدولي انطلاقا من ذلك، وانطلاقا من أن الصراع مع العدو هو صراع شعبنا. سنعمل على ذلك من خلال حواراتنا الثنائية ومن خلال دورة المجلس المركزي القادمة على أمل أن نصل لهذه النتائج، خاصة وأن من راهن
على المفاوضات وعلى خيار مفاوضات قد تصل الى النتيجه التي يتحدث عنها جميعا الان. شكرا. وبالتالي امامنا فرصه كفلسطينيين. اذا لم نتوصل الى ذلك فبالتاكيد الجبهه الشعبيه ستنسج تحالفات وتصنع تحالفات في الساحه الفلسطينيه بما يعني يخدم وجهه النظر التي تدعو لها. شكرا جزيلا لك كيد الغول، عضو المكتب السياسي في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، كنت معنا من غزه عبر الهاتف. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع هذه النشرة، ابقوا معنا. مجددا أهلا بكم. حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أن زر إطلاق السلاح النووي جاهز على مكتبه، داعيا في رسالة العام الجديد بلاده إلى تعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ البالستية. الولايات المتحدة لن تكون قادرة أبدا على بدء حرب ضدي وضد بلادنا وهي بأسرها في مدى سلاحنا النووي، وزر السلاح النووي موجود دائما على مكتبي، هذه حقيقة وليست تهديدا. ما هي الصواريخ التي أعلنت بيونغيانغ امتلاكها وإلى أين يمكن أن تصل وما التهديدات التي تشكلها؟ في تقرير أحمد عبدالله. أهلا بكم. تمتلك كوريا الشمالية وفق البيانات الرسمية الصادرة عنها والتأكيدات الغربية أنواعا عديدة من الصواريخ ذات المدى القصير، ولكنها ذات نطاق تفجيري واسع وقادرة على استهداف جيرانها بصورة مباشرة وقوية. أبرز هذه الصواريخ صواريخ سكود التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، وصواريخ نودونغ التي تصل إلى نحو 1300 كيلومتر، ويمكنها أن تستهدف بسهولة كوريا الجنوبية واليابان. تطور كوريا الشمالية ترسانتها الصاروخية باستمرار، وهي تمكنت من تصنيع صاروخ بالستي متوسط المدى منتصف مايو أيار الماضي يدعى صاروخ واسونغ 12، بحيث يمكن أن يصل مداه لنحو 5000 كيلومتر. يصيب هذا الصاروخ أهدافه بدقة بالغة، ويمكنه أن يستهدف بسهولة القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ، علاوة على أنه قد يصل إلى أي قاعدة أمريكية في مداه بالمحيط الهادئ، ويمكنه أن يصل إلى دول مثل فيتنام والهند. في يوليو تموز الماضي أعلنت كوريا الشمالية وللمرة الأولى عن تطويرها صاروخا باليستيا عابرا للقارات يمكنه أن يصل إلى قارة أمريكا الشمالية، وهو صاروخ واسونغ 14 الذي يصل مداه لنحو 10500 كيلومتر. يمكن لهذا النوع من الصواريخ أن يصل بسهولة إلى سواحل ألاسكا وقد يضرب سان دييغو، ولا سيما أن مداه يجعله قادرا على الوصول إلى مناطق بين دنفر وشيكاغو. في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات يعتبر الأكثر تطورا على الإطلاق ويعرف باسم هواسونغ 15. تقول كوريا الشمالية إن هذا الصاروخ العابر للقارات هو الأكثر قوة على الإطلاق حتى الآن، وهو قادر على ضرب كامل أراضي الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الطاقة السعودية رفع أسعار المنتجات النفطية في المملكة باستثناء الديزل للشاحنات، وتعتزم الحكومة السعودية تطبيق 8 إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. دلول احتدان. أسعار جديدة للمشتقات النفطية تراوح ارتفاعها بين 82% و126%، تلك ميزة بداية السنة الجديدة لدى السعوديين بعد إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من اليوم لتشمل ضريبة القيمة المضافة. محطات الوقود اكتظت، فالبنزين من فئة 91 سيباع بسعر 1.37 ريالا لكل لتر، والبنزين من فئة 95 سيباع بسعر 2.04 ريالات للتر الواحد، والديزل للصناعة والمرافق سيكون بسعر 0.378 ريالا. الوزارة وفي بيانها قالت إن الزيادة تأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة بهدف تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة وضمانا للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية.
والله هو هيأثر على الناس اللي استخدامهم معظم حياتهم معتمد على السيارة. يعني أنا شغال ميديكال ريب مندوب دعاية طبية في شركة، يعني أقل يوم بتحرك من 300 إلى 400 كيلو خارج الرياض وجوه الرياض، فده هيأثر معايا أنا جامد يعني. لكن قد لا تكون عبئا على مواطنين آخرين في السعودية. والله إحنا مع دولتنا، اللي تقرروا إحنا نرتاح له، وهم قرارهم لمصلحة الوطن. المبالغ اللي تيجي هي لخدمة الشعب والمواطنين وما يرفع شأن البلد. الزيادة جاءت بعد أيام من صرف السلطات السعودية الدفعة النقدية الأولى للمواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن، حيث يرمي إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمنها تقليص دعم الطاقة. صحيح يؤثر علينا، بس بندعم الدولة وهذا واجبنا كشعب. الحكومة السعودية تعتزم تطبيق 8 إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ، أهمها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك، تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء، رفع رسوم الوافدين إلى 200 ريال، فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب، وتوطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخصة لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب. والآن إلى فقرة الاقتصاد والزميل عبد الله ظاهر. عبد الله مساء الخير ملحمد. مساء النور. يعني أول شيء ريحناك من خبر اقتصادي. صحيح. والموضوع موضوع في السعودية، هل يشير إلى حقيقة أنه هناك مشكلة اقتصادية في السعودية، موضوع رفع أسعار المحروقات؟ بالتأكيد، مجرد ما أدى اتفاق أوبك إلى خفض الدول المنتجة إنتاجها للنفط تأثرت الأسعار، وبالتالي تأثرت الميزانيات للدول ومن بينها السعودية. متابعة التفصيل. فضل. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة، حيث أقر الأردن موازنة عام 2018 متضمنة انفاق أكثر من 2,100,000 دولار لمد خط أنابيب للغاز مع إسرائيل، وهو ما يمثل نصف موازنة المشاريع في الميزانية. وسيستخدم المبلغ المرصود لمشروع الغاز خلال العام الحالي لاستملاك الأراضي التي يمر منها الأنبوب، ويفترض أن ترتفع مخصصات الخط إلى أكثر من 4 ملايين دولار العام المقبل و8.5 مليون دولار عام 2020. حققت البورصة المصرية أرقاما قياسية في العام الماضي لتنافس بقوة على تحقيق أكبر مكاسب بين البورصات العربية والعالمية، وحققت غالبية الأسهم المدرجة مكاسب قياسية تتراوح ما بين 10% و50%. ووفقا لبيانات البورصة المصرية، فقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة أرباحا خلال عام 2017 بلغت نحو 12 مليار و610 ملايين دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 37% عن عام 2016. كشفت شركة النفط الوطنية الإيرانية عن نجاحها بتصدير 777 مليون برميل نفط في العام الماضي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية بمعدل يومي بلغ 2,130,000 برميل، وتصدرت الصين والهند قائمة مشتري النفط الإيراني الآسيويين، فيما تعد تركيا، إيطاليا، بريطانيا، المجر وهولندا من المشترين الأوروبيين، فيما سجلت صادرات مكثفات الغاز الإيراني إجمالي 180 مليون برميل، أي بمتوسط 490 ألف برميل كل يوم. كشفت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 4% خلال الربع الثالث بفعل تخفيضات إنتاج النفط في العام الماضي. وقالت هيئة الإحصاء إن وتيرة الانخفاض في الناتج تباطأت بالمقارنة مع الربع الثاني من العام، وبموجب اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط العالميين، قلصت السعودية إنتاجها من الخام في العام 2017، وهو ما أدى إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أقر البرلمان السوداني ميزانية العام 2018 بعجز نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع إجمالي حجم إيرادات بقيمة 16 مليار و700 مليون دولار ونفقات ب 18 مليار و180 مليون دولار. وزير الدولة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية عبد الرحمن ضرار قال إن الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في معدل التضخم إلى 19.5% مع نهاية العام الجديد. وينتظر أن يبلغ حجم الدين الخارجي في نهاية العام نحو 56 مليارا ونصف مليار دولار. أعلن مكتب الإحصاء الحكومي في باكستان أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى أكثر من 4.5% في كانون الأول ديسمبر من أقل من 4% قبل عام. وعلى الرغم من تضخم الأسعار الإجمالي في باكستان إلا أن المواد الغذائية سجلت تراجعا طفيفا في بلد يعيش أكثر من 40% من سكانه تحت خط الفقر. سجلت صادرات كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2017 مسجلة 574 مليار دولار بما يعادل 15.8%. ومع استفادة الاقتصاد الكوري من ازدهار التجارة العالمية رفع البنك المركزي الكوري أسعار الفائدة بنسبة 8.9% وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات. فيما قفزت الواردات 13% في كانون الأول ديسمبر الماضي مقارنة بها قبل عام. في الخبر الأخير ارتفعت عائدات السينما الصينية بنسبة 13.4% خلال العام الماضي إلى 8 مليارات و590 مليون دولار لتحقق العائدات أكثر من 3 أمثال معدل نموها عام 2016. وسجلت مبيعات تذاكر الأفلام المحلية مليارا و687 مليون دولار في العام الماضي أي ما يعادل 54% من إجمالي مبيعات التذاكر. وتعد الصين ثاني أكبر سوق لأفلام السينما في العالم بعد الولايات المتحدة رغم امتلاكها عددا أكبر من شاشات العرض. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. 5:30 هو الموعد مع الاقتصادية المفصلة. عودة إليك ملحم. شكرا جزيلا لك عبد الله. والسينما الصينية يبدو أنها تخطط الأفلام الهندية أيضا. شكرا جزيلا. رحلة داخل جبال الألب السويسرية عبر أنفاق حفرت قبل 500 عام حيث اكتشفت قطعان الماعز ثروة مخزنة في قلب هذه الجبال منذ ملايين السنين. إنها أكبر مناجم الملح في سويسرا. مراسلنا موسى عاصي جال داخل هذه المناجم وعاد بهذا التقرير. عشرات الكيلومترات من الدهاليز تقودنا إلى باطن جبال الألب حيث اكتشفت وبالصدفة أكبر مناجم الملح في سويسرا قبل 5 قرون. بدأ أهل مدينة بي في كونتون فالي المحاذي للحدود الإيطالية بحفر هذا المنجم بعد أن قادتهم قطعان الماعز إلى جداول مياه مالحة شكلت مدخلا لثروة هائلة طبعت تاريخ هذه المنطقة وما زالت. في البداية لاحظ أحد الرعاة أن الماعز يفضل الشرب دائما من المكان نفسه. حاول معرفة السبب فوجد أن المياه مالحة ومن المعروف أن الماعز يحب الملح. في ذلك الوقت كان الملح نادرا ومن يملكه فإنه يعد من الأثرياء. فكانت تلك البداية لثروة استطاع من خلالها أمراء هذه المنطقة توسيع إمارتهم ورفع مستوى التبادل التجاري مع الإمارات الأخرى. لم تدخل آلات الحفر إلى هذا المكان. استخدم عمال المناجم الأوائل آلات تقليدية خاصة بتلك الحقبة التاريخية لحفر أنفاق صخرية صلبة وسط مخاطر مختلفة أشدها الغازات غير المرئية المنبعثة من باطن جبال الألب. ولا هذا الاشتعال يعني أن الماء الخارج من صخور الملح يحتوي على كمية لا بأس بها من مادة الميثان السريع الاشتعال. كثافة هذه المادة تعني أن الشتاء هذا العام سيكون قاسيا. الحصول على هذه الثروة الطبيعية تحتاج من الخبراء ابتكار أسلوب جديد لإخراج الملح المخزن تحت جبال الصخور السميكة. إذا كانت نسبة الملح في الصخور تفوق 30% فإنه يسمح بالاستخراج ويجري ذلك عبر ضخ كميات ضخمة من المياه العذبة بضغط عالي جدا عبر أنابيب إلى مسافة 800 متر داخل الجبال فيتفتت الملح المترسب في الصخر ومن ثم يسحب الماء المالح بأنابيب أخرى إلى سطح الأرض حيث تجري عملية التبخير لاستخراج الملح.
ملح جبال الألب يعتبر من أنقى أنواع الملح، فهو محفوظ في طبقات الصخور منذ ملايين السنين، لا يتعرض للهواء أو الغبار أو التلوث. وبحسب الخبراء الجيولوجيين فإن هذا المنجم الذي يستخرج منه السويسريون 100 طن يوميا يختزن ما يكفي لمئتي سنة إضافية. الثلوج والجليد ليست الميزة الوحيدة لجبال الألب السويسرية، في باطن هذه الجبال كميات هائلة من الملح يستخرج منها نحو 40,000 طن سنويا. موسى عاصي من باطن جبال الألب في سويسرا، الميادين. الآن إلى الرياضة والزميلة عبير الذوادي، تفضلي عبير. شكرا لك ملحم. أهلا بكم. في عطلتي الميلاد ورأس السنة تتوقف عادة معظم بطولات الصف الأول في كرة القدم باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز. الاحتفال بالعام الجديد جاء منقوصا بالنسبة إلى جمهوري مانشستر سيتي وأرسنال. السيتيزن ظل طريق الشباك للمرة الأولى هذا الموسم، فخرج بتعادل سلبي مع كريستال بالاس الذي وضع حدا لسلسلة الانتصارات 18 المتتالية لمتصدر البريمير ليج. الأبرز في المباراة كان نجاح حارس المرمى البرازيلي إيدرسون في صد ركلة جزاء في الوقت القاتل وإنقاذ مدربه الإسباني بيب غوارديولا من خسارة أولى هذا الموسم. كما تلقى الفريق ضربة قوية بإصابة لاعبيه الأساسيين البرازيلي جابرييل خيسوس والبلجيكي كيفين دي بروين وخروجهما. لكن السيتي سيدخل السنة الجديدة مبتعدا في الصدارة بفارق مريح يبلغ 14 نقطة عن حامل لقب تشيلسي الذي انتزع المركز الثاني من مانشستر يونايتد. المدرب بيب غوارديولا أوضح أن إصابة خيسوس قد تبعده لشهر أو شهرين عن الملاعب، وانتقد الحكام بسبب عدم حماية اللاعبين. ودعا المدرب الإسباني لاعبيه إلى الحفاظ على تمركزهم في المباراة التالية ضد ضيفهم واتفورد الثلاثاء. وقرر غوارديولا أن فريقه لم يقدم الكثير في الشوط الأول، وأن الأداء في الثاني كان أفضل، وأنه عانى من بعض المشاكل، لكن في النهاية حصل على نقطتين بفضل مساعدة إيدرسون. فرحة المدرب الفرنسي أرسن فينجر بالرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري الإنجليزي أفسدها أرسنال عندما فرط بنقاط الثلاث أمام ويست براميتش. الجانرز انتظروا حتى دقيقة 83 لكسر التعادل السلبي والتقدم بهدف سجله جيمس ماكلين خطأ في مرمى فريقه ويست براميتش. نقاط المباراة بدأت في متناول المدفعجية، إلا أن ويست بروم حصل على ركلة جزاء حولها جاي رودريغيز إلى هدف التعادل. وبرغم التعادل تقدم أرسنال إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن جاره توتنهام الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها الخميس ضد ويست هام. المباراة رقم 811 لفينجر جعلته ينفرد بصدارة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على المدرب السابق لليونايتد السير أليكس فيرجسون. واجه فينجر بعد المباراة انتقادات إلى الحكم مايك دين بسبب ركلة الجزاء المحتسبة، وأضاف أن لدى فريقه برنامج مباريات صعبا جدا وأنه لم يوفق في تحقيق الفوز بسبب قرار سيء. رسالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى شعبه بمناسبة العام الجديد تضمنت نبأ رياضيا ذا طابع سياسي لافت. كوريا الشمالية قد ترسل وفدا إلى جارتها الجنوبية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا العام. كلام كيم يعد أول مؤشر على إمكانية مشاركة بيونغ يانغ، علما أن حضورها في الأحداث الرياضية يعتمد إلى حد كبير على تطورات الوضع السياسي والعسكري في شبه الجزيرة. كيم أيد فكرة تحسين العلاقات بين الكوريتين بواسطة الرياضة، بينما أمل رئيس كوريا الجنوبية أن تساعد الألعاب في تخفيف التوتر السياسي. إلى عالم التنس، والإسباني رافائيل نادال الذي سيشارك في مسابقة استعراضية على ملاعب ملبورن بارك في الأسبوع الذي يسبق انطلاق أولى المباريات الأربع الكبرى في الموسم. المشاركة المفاجئة للمصنف الأول عالميا تأتي رغم صعوبات يواجهها في خوض مباريات إعدادية قبل بطولة أستراليا المفتوحة. النجم البالغ من العمر 31 عاما لم يخوض أي مباراة منذ 22 نوفمبر حين انسحب من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن بسبب إصابة في الركبة. ويشارك في البطولة 8 لاعبين من بينهم نوفاك جوكوفيتش وستانيسلاس فافرينجا والأسترالي نيك كيريوش والمصنف الأول عالميا سابقا ليتون هيويت.
نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إلى الزميل ملحم ريا. عبير شكرا لك. مشاهدينا، وفي ختام هذه النشرة نذكر بعناوينها. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني سيرد على مثيري الاضطرابات، ويقول إن أعداء طهران غاضبون من نجاحها في الاتفاق النووي وهزيمة الإرهاب. استشهاد 24 مدنيا يمنيا في غارة للتحالف السعودي على محطة وقود في مديرية الجراح بالحديدة. عباس يعلن عزم السلطة على التوجه إلى المحاكم الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية، والفصائل تطالب بتصعيد الانتفاضة. زعيم كوريا الشمالية يحذر من أن الولايات الأمريكية بأسرها في مرمى أسلحة بلاده النووية، وأن الزر النووي دائما على مكتبه. وكان في النشرة أيضا باطن جبال الألب السويسرية مناجم ضخمة من الملح. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. بعد قليل موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.